السلام عليكم شباب، معكم خالد من Desert Dust Gaming. اليوم راح نلعب Crash 2. Crash 2 اللي هي وايد فيها مراحل سرية، وايد أسرار في اللعبة، بس لا تحاتون. أنا موجود اليوم علشان أكشف لكم هذيل الأسرار. إحنا اليوم راح نكتشف هذيل الأسرار. أول شيء في أول مرحلة، هاي أول غرفة هني مثل ما تشوفون. أول مرحلة اللي هي ذي تيرتل وودز، تقدرون تحصلون فيها الجوهرة الزرقاء. مرة فيديو قبل نسيت أي واحد، رويتكم إن إذا ما تأخذون ولا بوكس، ما تكسرون ولا بوكس، تحصلون جوهرة الزرقاء. لازم ما تكسرون ولا بوكس، تحصلون جوهرة الزرقاء. إنزين، بس بعرف في سر ثاني في المرحلة، أتوقع يعني أكثركم يعرفون هالسر، هو حق إذا تبي تحصل كل البوكسات. بارويكم الحين. إيه مثل ما تشوفون كراش اللي عندي قاعد يطق سبرنت، هاي الابيلتي ما تحصل إذا أنت فنان. اسمك خالد من Desert Dust Gaming. شوفوا ذي، شوفوا هاي الواي، روحوا عنده نطوا بوم، وديكم لهاي المكان. هني تقدرون تكسرون كل البوكسات، لان اذا خلصتوا الجزء بدون ما تيون، اذا خلصت المرحله بدون ما تيون هني، ما تكسرون كل البوكسات. هني بوكسات منخشه لازم تكسرونها. ايوه، عن اللي يركب هاي اسمه، تحصلون هاي الابيلتي اللي يركب اذا تكملون اللعبه، تغلبون اخر بوس في اللعبه، تغلبون كورتكس، تحصلون ابيلتي الراكبه. بس تحصلون منهم تسوون كذي، عرفتوا، عشان تروحون فوق. زين، الحين في غرفة ثانية، هاي الغرفة الثانية، روحوا هاي الليفل اير كراش، تلقون السر هني. شوفوا الحين، اوكي، لان وصلتوا هني، شوفوا الارضية الخضراء اللي هناك، لازم توصلون هناك، لازم تنطون على البوكس. لازم تنطون على البوكسات. انا ما نطت على البوكسات، بس نطت راحين بنط على البوكسات. وايد صعبوا اللعبة والله، وايد صعبوها. ركز. ركز. تقدر. انت خالد من Desert Dust Gaming. بروفيشنال. قلت لكم انا بروفيشنال. زين، في غرفة ثانية عندكم هالمرحلة The EMD. دشوها. ايش صار؟ اوكي يلا ما عليك. هاي السر اللي هني سر وسخ الصراحة. سيكرت وايد وسخ. كنا جلتش. في هاي المرحلة تحصلون الجوهرة الخضراء. اوكي. زين، لان وصلتوا هني روحوا يمين، تشوفون هاي النايتروز هني. زين، روحوا لي ورا ودش في هاي الطوفه ذي اللي كانها قلت. شوفوا شنو هاي شال مسخره قلت كذي. زين، بس كملوا هاي الليفل، وصل للنهايه وبتحصلون جوهره خاطر. زين، الحين بنروح بير داون. هاي على نهاية المرحلة في سيكرت. اوكي، وصلنا النهاية. اوكي، هني السيكرت. بس رجعوا ورا، حاولوا ما تموتون. يعني شوفوا هاي اللي توني سويته، هاي انتو لا تسوونه. هاي الغباء اللي سويته لا تسوونه. اوكي، خنعيد. الحين بضبطها هالمرة. اوكي، اقدر هالمرة. ها، اوه، اوكي، بيوديك لمرحلة سرية. زين، الحين هالمرحلة من احلى المراحل اللي في اللعبة، يمكن احلى مرحلة. Unbearable. شوفوا هني، ركزوا هني.
طالعوا لين يموت. حنا هو طاح لا انتو شو تسوون؟ روحوا وانتحروا معاه. لا صدق شوفوا يوديكم مكان غير. وهاي المكان اقول لكم ترى صعب يعني وبتموتون وايد فيه. هاي المكان لازم تسوونه علشان تحصلون الجوهرة الرصاصية، عشان تحصلون كل البوكسات اللي في الليفل لازم تدشون هني، لان في هني البوكسات المغشوشة. انا ما ابي ارد اكرر العذاب اللي مريت فيه عشان اكمل المكان، ف هلا بس نطلع دوركم انتو تعذبون. زين الحين السر الثاني في المرحلة على نهاية هاي الليفل. اوكي الحين بنوصل حق السر الثاني اللي في المرحلة وعلى النهاية. اصل طلعت الشواط ولا تمشوي. اوكي الحين شو تسوون؟ رجعوا رجعوا تشوفون الكلب او الدب يوديكم للسيكرت. الحين في غرفة الرابعة دشوا اول ليفل هانجينج اوت. اوكي شباب عقب ما تخلصون من ذيلة كابلوا بس واصلوا عادي. لما وصلتوا هني الشيء طبيعي انك تروحون سيدة لا بس ترجعوا ورا تلقون هاي الحفرة طيحوا فيها بيبونكم هني. الله وايد احب هاي المنظر، منظر جميل جميل. احب اشوف ويوها كراش الادوار صدق استانس. لا هي سيدة بخرب ها وايد سريع. اوكي سهل سهل ما يبيله شيء ما يبيله شيء. اوكي يوم وصلتوا اخر شيء طلعوا كم من المكان. ابي لايكات على هاي الفيديو شباب، ابي لايكات. شوفوا انا قاعد اخذ من وقتي علشان انشر لكم هاي الاسرار. انا المفروض اخليها الاسرار حق نفسي، ما اعلم احد. المفروض اصلا ادفع الناس علشان يعرفون عن هالاسرار، بس انا من طيبتي قاعد انشر هذه الاسرار ببلاش. حتى شوف ببلاش تقدرون تحصلون هالاسرار مني انا. ترى ما بتحصلون هالاسرار ببلاش من ولا حد غير ديزر دست جيمنج. وين ذي؟ دقنا دشوا هاي الليفل دقنا. اوكي شباب لين وصلتوا هني كملوا سيدة. شوف هاي اللي قاعد يتفل، ما اعرف شنو قاعد يتفل. روحوا هني ذبحوا بيطرشونكم. اخر مرحلة اللي هي ذي بي هذي دشوها. و السر اللي في هالجزء حلو، سر ذكي. اوكي شباب وصلتوا هني زين. روح سيدة شوفوا النايتروز. نايتروز انا تجي سونا نايتروز يفجر. شنو ذي؟ واو لا نايتروز اليف شلون كذي. روح فوق توديكم مكان ثاني. وهاي المرحلة لازم تكملونها علشان تحصلون كل البوكسات اللي في الليفل. فا ايه خدعة حلوة منهم الصراحة عجبتني. ما بكمل انتو كملوا بس. ايه وصلنا اظن لنهاية الفيديو. اتوقع هاي كل الاسرار اللي في اللعبة، ان شاء الله ما نسيت واحد يعني. ايه اتوقع هاي كلهم. لا تنسون اساسيات الحياة. أشوفكم بفيديو جديد. مع السلامة.